مرحبا بكم من جديد مرة أخرى في القناة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم واحد الطبق اللي كيجي زوين بزاف ديال البطاطا والدجاج في الفرن. كيجي زوين، كيجي رائع بنين، والدجاج اللي فيه كيجي هشيش على عكس الدجاج اللي كنديرو في الفران كيجي قاصح شوية والصدر ديالو ناشف. هذا كيجي نرطب بفعل واحد المكون أنا غادي نشوفه معكم إن شاء الله. نتمنى انكم تجربوا هالطبق هذا، يصلح يكون في الغداء او يكون في العشاء او مثلا في رمضان يكون على مائدة الافطار. طبق زوين بزاف وسهل وفي متناول الجميع، نتمنى انه يعجبكم. ما تبخلوش عليا، ديروا لي جام واشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. ندوزو نشوفوا المقادير والطريقة ديال هالطبق. بالنسبة للمقادير، غادي نحتاجو لهاد الدجاج هذا. دجاجة أنا درت دجاجة، اللي بغى يدير قلي يدير، اللي بغى يدير كتر يدير. المهم الكمية حسب الرغبة وحسب المستطاع وعلى حسب عدد أفراد الأسرة. أنا الدجاج هنايا محيدة لي جلدة، أنا ديما كنحيد الدجاج جلدة ما كتعجبنيش، كنجيبو من عند مولاه محيدة لي، كيجي ساهل في الغسيل ديالو كلشي باش كتحيد دوك الزوائد والشحمة وكلشي. ومن بعد ربعة الفصوص ديال الثوم وربطة صغيرة ديال المعنوس، قزبر حبوب، تحميرة، خرقوم عرق، الملح، سكينجبير، شوية ديال البزار، والسمن البلدي. كيتشوب، عصير ديال الحامض، صلصة الحارة، زيت زيتون، ثوم بودرة، والخل. بالنسبة لهاد العصير هذا أنا خديت داك الماء ديال الحامض اللي رقدت معاكم رشفتوه مع درتو معاكم في القناة، خديت منه شوية من الماء ديالو. اللي ما عندوش هاد الماء يدير العصير ديال نص حامضة. دابا إن شاء الله غادي ندوزو باش نوجدو داك الخليط اللي غادي نرقدو فيه الدجاج. كنجيبو واحد الإناء كنديرو فيه الربيع، عفوا القزبر، المعدنوس والثومة والعصير ديال الحامض والتوابل. الصلصة الحارة تقريبا معلقة صغيرة ونص على حسب الرغبة، اللي كيعجبو الحار يدير كتر. بالنسبة للتوابل انا درت معلقة صغيرة من كل حاجة الا البزار، درت نص معلقة. هنايا غادي ندير جوج معالق كبار ديال الكيتشوب، شويه ديال الثوم بودره، درنا ربعة د الفصوص حكيناهم وزدنا شويه بودره. ودابا غادي نزيدو المكون اللي قلت لكم هو السبب باش كيجي الدجاج ديال نفتي، هو الخل. معلقه ديال الخل، معلقه كبيره ديال الخل اللي كتعطي الدجاج واحد كيجي الدجاج رطب والصدر ديالو كيجي رطب ما كيجيش قاصح. صافي، هنايا غادي نجيب نص كاس ديال الماء طايب، ضروري يكون الماء طايب باش كنخلط هاد التوابل مع بعضياتها باش يندمجوا ليا. الا درنا الماء بارد ما غاديش يذوب لينا السمن، ومن الاحسن نديروه طايب باش هذوك التوابل كيطلقوا النكهة ديالهم وكيندمجوا مع بعضياتهم والسمن كيدوب. صافي، كنخلط هنا مزيان هاد العناصر هادو حتى كيندمجوا مع بعضياتهم. صافي، ونزيد زيت الزيتون. انا غادي ندير جوج معالق ديال زيت الزيتون، جوج معالق دابا راه كافيه حيت غادي نزيد عاوتاني في الاخر ان شاء الله غادي نزيد الزيت. صافي، كنعاود نخلط هادشي مزيان.
صافي. بعد ما خلطته غادي نجيب دابا الدجاج ديالي وندوزو في هاد الخلطة هادي. صافي كنحاول ما امكن دهنو كامل. كنبقى نجبد الخليط من التحت وكندهن الدجاج ما نخلي حتى شي بلاصه. دهنو كامل مزيان من جميع. صافي هنا بعد ما دهنته غادي نخليه يرتاح. قد ما خليناه يرتاح قد ما مزيان. انا حيت ما عنديش الوقت المزروبه غادي نخليه ساعتين كاقل الوقت، من الاحسن تخليه اكثر. الانسان يرقدو في الصباح ويطيبو في العشيه او يرقدو في الليل ماشي مشكل، غير يديرو في الثلاجه. قد ما ترقد قد ما كيجي زوين وكيجي فتي وبنين وكيشرب داك العطريه. كما قلت لكم انا غادي نخليه، غادي ندير ليه السلوفان ونخليه غير ساعتين حيت ما عنديش الوقت. صافي وندوز باش نوريكم الخضر اللي غادي نطيب معاه. غادي نحتاجو هنا تقريبا كيلو ديال البصله. انا درت غير البصله خضاريه هي اللي متوفره عندي دابا. ودرت 2 كيلو ديال البطاطا الصغيره. هاد البطاطا الصغيره كتجي زوينه. مازال ان شاء الله غادي نشاركها معاكم في الفرن بوحدها، كتجي زوينه بزاف. المهم هاد البطاطا الصغيره اللي درت انا تقريبا 2 كيلو، والبصله هادو هي الخضر اللي غادي ندير في هاد الطبق هذا. غادي نقطع البصله دواور وبطاطا نقسمها غير على جوج. صافي غطى البصله ديالي كامله كما قلت لكم، ونقسم البطاطا كلها نقسمها على جوج حيت هي صغيره. نقسمها غير على جوج صافي، راها مزيانه. صافي نكمل هاد الخضره ان شاء الله في التقطيع ديالها ونرجعوا باش نكملوا الطبق ديالنا. هنايا بغيت نشير واحد النقطة. أنا القناة ديالي في الأول كان الاسم ديالها لينا شانيل وبدلتو. إلا تفرجتو في الفيديوهات ديالي الأولين راه فيهم لينا شانيل، دابا رديتها لينا شانيل حيت بزاف الناس كنعطيهم الاسم القناة ديالي باش يدخلوا ليها ويتفرجوا فيها ويشوفوا المحتوى. كيقولوا لي بأنه كاين بزاف التسميات، أنا وحدة فيهم. داكشي علاش اضطريت أنني نبدل ليها سمية وسميتها لينات شانيل المجموع ديال لينا. انا كنت مسميها على بنتي الصغيره ودابا درت الجمع ديال لينا. دابا بعد ما كملت هاد البصل هي والبطاطس في التقطاع، جبت واحد المول ديال الزاج كبير غادي نفرش فيه البصله دواور وندير فوق منها البطاطا. حاول ما نخلي حتى شي بلاصه ما فيهاش البصله. كنوزع هذيك البصله مزيان في المول ونستف فوق منها البطاطا.
استفدت البطاطا ديالي، غادي نجيب الدجاج ونديرو فوق منها. صافي كيبقى لي الا بقى لي شويه الخليط في الاناء، غادي نخوي عليه شويه الماء ونسقي به من الفوق. صافي تقريبا هادشي اللي كاين. غادي نجيب واحد جوج فصوص ديال الثوم ونديرهم حتى همايا هنايا، كل واحد نديرو بلاصه. صافي وكندير واحد 4 المعالق ديال زيت الزيتون فوق الخليط، انا نسيت ما صورتهمش. وكنجيب هنايا الزعتر اللي كنديرو اللي كيكون نقي، نديرو بين يديا وكنحكو فوق من الدجاج، كنحاول ما امكن اني نوزعو باش يجي فوق الدجاج كامل، كيعطيه واحد المذاق خطير الزعتر. صافي هنا غادي ندوز باش نغطيه، باش نغطي الدجاج بالورق الطهي. كنغطيه مزيان، كنلمطو بحال كنلمط شي ناموسيه هكذا، كنخلي حتى شي بلاصه باش ما يخرجش ليا منها البخار. صافي دابا غادي ندوز ندير فوق منه، فوق من هاد بابي كويسه، وغادي ندير فوق منه بابي الومنيوم. ما نقدرش ندير بابي الومنيوم نيشان فوق الزاج فوق الدجاج، لانه كما كتعرفوا راه ماشي صحي. صافي دابا غادي نغطيه بالبابي الومنيوم، نغطيه مزيان باش ما يخرج ليا البخار وباش يطيب ليا الطبق ديالي بسرعه. كياخذ تقريبا ما بين ساعه وربع وساعه ونصف طياب. كاين نسخنوا الفران مزيان وكنشعلوه من الفوق ومن التحت، درجه الحراره 220 درجه باش يطيب لينا بالزربه. ولا كان عندنا فران ديال الغاز كنطيبوه كنشعلوه من التحت حتى كيطيب وعاد كنشعلو عليه من الفوق. بالنسبه للفرن الكهربائي قلت لكم كندير 220 درجه، كنشعلو من الفوق ومن التحت. ملي كنحسو به طاب وكنشمو الريحه ديالو كنعريوه وكنخليوه ينشف شويه من داك، الا كان باقي فيه البلول كنخليوه ينشف ويتحمر لينا من الفوق. اللي بغى يدير فوق منه الفرماج ويرجعو باش يرجعو للفران باش داك الفرماج يذوب يديرو، بغى يخليه غير هكا يخليه ماشي مشكل، هكا راه كيجي زوين. تقريبا هادو هما يعني كاع كلشي اللي كيتعلق بهاد الوصفه هذه. نتمنى انكم تجربوها راه كتجي زوينه بزاف. هنا هو ملي خرجته من الفران هو صراحه كيجي رائع وكيجي محمر وناشف من الماء وبنين، وهداك البصله اللي لتحت كتعسل مع هذاك الزيت كيجي زوين بزاف. نتمنى انكم تجربوه. انا صراحه سنوات هذه وانا كنصيب هذا الطبق وكيعجبنا بزاف، كيجي زوين بزاف، هذا علاش قلت نشاركه معاكم. نتمنى انه يعجبكم كما كتشوفوها. هو انا نجربو لكم الحمد لله كيجي رطاب وفتي وطايب، كيجي زوين بزاف، غير جربوه. نتمنى انني ما نكونش طولت عليكم. دعموني وديروا لي اشتراك وجيم وبارتاج وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. دعموني باش القناة ديالي تستمر، وشكرا مرة أخرى على حسن المشاهدة، وإلى اللقاء في فرصة مقبلة إن شاء الله.